السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الجميع، ربنا بخير. فيديو جديد في قناتكم علمي شوب. النهارده ان شاء الله عندنا منتج جميل جايبه من برضه اونلاين. جايبين النهارده الطياره الجميله دي طبعا بيسموها الدرون. دي اربع مروحه. طبعا دي عاوزه مكان واسع جدا عشان تشتغل، بس النهارده نفتحها مع بعض ونشوف ازاي بتشتغل. طبعا شكلها جميل، ده شكل العلبة من بره، ده الشكل بتاعها من بره، وده الشكل التاني هنا برضه الحجم. هنفتح مع بعض يا جماعة. طبعا انتوا أول مرة تشوفوني، أنا حلمي ودي قناتكم حلمي شغل. تنسوا اللايك الجميل والتعليقات والسبسكرايب. أوكي يلا بسم الله هنفتح مع بعض نشوف الدرون الجميلة. طبعا دي بتغلبها يا جماعة 1000 جنيه تقريبا مصري، والدولار مش عارف تقريبا لها 50 دولار حاجة زي كده، 50 دولار 60 دولار. نفتح مع بعض العلبة. طبعا ده شكل تمام يا جماعة، ده شكل الدرون اهي. تلاقي كده، تلاقي كده درون، زراعة التحكم وقطع الغيار اللي هي دي اتش دي. طيب تعالوا نبص مع بعض بقى تشتغل ازاي. طيب بصوا يا جماعة، طبعا دي قطع الغيار، مراوح دي اللي بتيجي معاها الغيار، جاي معاها أربع ريش من هنا يا جماعة، شايفين كده أربع ريش أهو. طيب حطوهم مكانهم التاني. طبعا نشوف الروبوت كنترول الجميل، شكله كبير أوي يا جماعة ما شاء الله، حجم البحر إن شاء الله. طبعا الحجم بتاعه رهيب أوي، شكله فخم. بصوا يا جماعة ده شكل الريموت كنترول، مش عارف تبان كده في الكاميرا ولا لأ. طبعا شكله مرعب جدا فظيع. طبعا عاوز لازم ندرس كل الزرار فيه بيشتغل ازاي. تعالوا نشوف مع بعض. أول حاجة طبعا نشوف البطاري بتاعه كام بطاري. 2 4 6 6 بطاريات يا جماعة، 6 بطاريات عادي. طيب أول حاجة خليها على جنب دلوقتي ونشوف. طب الدرون دي نشوف إيه اللي موجود فيها تحت. في البطارية وأربع مراوح زي ما أنتم شايفين كده يا جماعة من ورا، بطارية وأربع مراوح. فكرة خفيفة جدا، ده فايبر. في طبعا هنا ليد بتاع شغال كده، طبعا هنا الوايرين الحمر دول بنوصلهم ببعض كده بسم الله. لات كده طبعا ما بنوصلش كده غير في الجزء التاني. نطفي النور، نطفي النور كده يا جماعة ونشوفها في الإضاءة بالليل. بصوا يا جماعة ده شكل طيارة بالليل، شايفين كده شكلها روعة جدا جدا جدا. الإضاءة بتاعتها الليل بتاعتها قوية أوي، شايفين كده. ودي طبعا الإضاءة كلها مجانا أهي، إضاءة جانبية رهيبة. طيب نجربها كده يا جماعة في ال، شوف الريموت كنترول بيشتغل ازاي. معلش بعلمت المكان شوية بس عشان نستمتع بيه. طيب شوف كده يا جماعة، بسم الله. Thank you.
شيلها كده من هنا عشان نشوفها تستمتع بيها كده. دي القعدة بتاعتها بتبقى كده. الحكومة طبعا يا جماعة عاوزة مكان واسع، بس احنا بنجرب بس نور النور كده يا جماعة ونشوف. طيب دلوقتي احنا شفناه في الضلمة، فعلا شفناه تحفة جميلة أوي قوية، الجراش بتاعتها قوية جدا، بس في عطل في بعض المروحة دي تقريبا، أنا مش عارف الحرارة يعني مش عارف. طيب يا جماعة احنا عايزين نشوف الموتور تقريبا ده في حاجة. المهم يا جماعة هي فعلا شكلها روعة خطير، و هنحاول نعمل فيديو ان شاء الله مرة في الشارع بقى العمومي كده ونطيرها. طبعا الدورين دي جميله، دي بتيجي اونلاين، ممكن تيجي اونلاين على الاكسبريس، والشرط طبعا بتاع الطياره اللي هو شرج الطياره ده بتحط ورا كده يا جماعه، نطفي بقى ده، تحط ورا هنا الجزء الابيض وتشحن البطاري بده. لو عجبكم الفيديو يا شباب ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب. ان شاء الله نشوفكم فيديو جديد وقناتكم حلمي شو، ان شاء الله استنوا فيديوهات جديده تجيب لكم حاجات عجيبه وجديده. اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.